بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثاني والأخير من الكتاب الخمسين، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. الغار وهو ايه؟ يعني مكان في داخل جبل يأوي اليه الناس، ده الغار، يبقى مكان في داخل جبل، يعني كأنه حفرة في داخل جبل، كالحجرة كده، يدخله الانسان يصبح مظلل بالجبل من فوقه ومحمي بالجبل من جميع الجوانب، كأنها حجرة ولها باب، بس حجرة في جوف الجبل يسموها غار. يبقى إذا كان حجرة في جوف جبل يسمى غار، كويس؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 125 بعد 107 آلاف، قال: حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، يعني ثلاثة مشيين، ثلاثة نفر يعني ثلاث أنفار، يعني ثلاث رجال يتمشون، يعني مشيين في جبل، أخذهم المطر فأووا إلى غار عشان يستظلوا من المطر، فلقوا في غار فدخلوا الغار عشان يستظلوا من المطر، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. فهمت ازاي؟ المطر بقى خلى في صخرة وقعت، راحت قفلت باب الغار، اتحبسوا، يبقى اتحبسوا جوه معناهم ايه؟ ماتوا خلاص، يفضلوا قاعدين كده يوم 2 3 4 10 لا اكل ولا شرب، يموتوا كأنهم اتدفنوا أحياء. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها. ده دليل انهم كانوا ناس صالحين، يبقى عرفنا من هنا ان الناس كانوا مؤمنين صالحين، لان المؤمن اذا اضطر توجه الى ربه، يبقى ده علامة الايمان وعلامة الاضطرار التي هي سبب قبول الدعاء، يبقى كانوا في اضطرار وكانوا مؤمنين، والمؤمن اذا اضطر توجه الى ربه، كويس؟ فقالوا نتوجه الى الله بايه؟ قال كل واحد يشوف صالح اعماله يتوجه الى الله به، دليل انهم كانوا اولياء صالحين، عندهم اعمال صالحه. صالحه يعني ايه؟ يعني كانت اعمال خالصه لله، لا يبتغون بها الا فضل الله، فهم؟ فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. يبقى يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. طيب، والعامل الصالح أقوى ولا العمل؟ العامل ولا العمل؟ العامل أقوى من العمل، لأن العامل جسم والعمل عرض، والجسم أقوى من العرض، لأن الجسم يصدر منه ويظهر فيه العرض، فأقل افتقارا من العرض، وبالتالي يبقى العامل أولى بالتوسل به من العمل. فإذا كان هناك صالح، إذا أجاز الشرع الشريف التوسل بالعمل، فهذا يدل على جواز التوسل بعامل العمل الصالح اللي هو الولي من باب أولى، للي بيفهم.
وبالتالي التوسل بالنبي وهو خير عامل لعمل صالح على الإطلاق من خلق الله جائز، بل هو من باب أولى. فاللي يقول لك ما فيش حاجة اسمها التوسل بالنبي، طب ما التوسل بالعمل الصالح، هو العمل الصالح أقوى ولا العامل؟ فين العقل يا أهل العقل؟ العمل ولا العامل؟ فهمت؟ إذا كان أجاز التوسل بالأضعف يبقى من باب أولى التوسل بالأقوى. فهمت بقى إزاي؟ فده أكبر دليل على جواز التوسل بالنبي، وإن كانت الأدلة كثيرة، لأن العمل يصدر من العامل، مش كده برضو؟ وبالتالي مصدر الشيء أقوى من الشيء، مصدر الشيء أقوى من الشيء لأولي الألباب. فإذا بحثنا عن أقوى الأسباب في التوسل فالصالحين أقوى بالتوسل بهم من أعمالهم، لأن مصدر الشيء أقوى من الشيء. يبقى دول كانوش ما كانوش وهابية، يبقى الثلاث أنفار دول ما كانوش وهابية، دخلوا فقالوا نتوسل. عند الوهابية قالوا ايه؟ التوسل بايه؟ بالاعمال جائز. فهموا من الحديث جزء بسيط، وان التوسل بالعمل جائز، في حين ان هم ما استفادوش الا بمجموعهم. يبقى هو استفاد بتلت يعني هو نجي تلت نجاة بعمله، وتلتين النجاة كان متوقف على الاثنين التانيين، يبقى هو استفاد بغيره، استفاد بعمل غيره واستفاد بذات غيره. شفت بقى؟ يبقى يجوز التوسل بالذوات اهي، لانه هو لو كان واحد فيهم بس اتحركت الصخرة بحيث سابت له فتحة ما ينفعش حد يطلع منها، لكن لما التاني توسل والتالت توسل بمجموع توسلهم نجوا جميعا، يبقى انت بتنجو بعملك وبعمل الصالحين الاخرين. يبقى ايه؟ يبقى بتستفيد بعمل غيرك ولا لا تستفيد؟ وعلى شكل الوهابية يقول لك يا اخي لا، مش هتستفيد الا بعملك. طب ما هو استفادوا بعمل غيرهم هم، ده هو لو ما استفادش الا بعمله كان زمانه لسه في الغار لحد دلوقتي، ما طلعش. فهمت؟ وما كانش فيه الحديث ده بقى، لانه كانوا ماتوا واتدفنوا وما سمعناش عنهم، لكن احنا سمعنا عنهم وربنا اعلى ذكرهم علشان ايه؟ عملوا الصالح واستفادوا بعمل غيرهم. فهمت بقى ازاي؟ فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. يفرجها يعني يفرج الصخرة، يبقى الهاء هنا تعود على الصخرة. فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار ارعى عليهم، فإذا أرحت عليهم، أرحت يعني روحت، يعني ذهبت إليهم مساء، أدي معنى أرحت عليهم. المصريين يقول لك أنا هروح، أروح يعني أرجع بيتي، نفس المعنى، أرحت يعني أعود إيه؟ من عملي. فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر، يعني اتأخر وراح بحتة بعيدة لأنه كان حطاب، فنأى ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، يعني أبوه وأمه وجدهم ناموا، هو متعود كل يوم يشرب أبوه وأمه الأول قبل أولاده. فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، الحلاب اللي هو الإناء اللي يحلب فيه، الحلاب اللي هو الإناء اللي فيه اللبن يسموه حلاب، كويس؟ فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يعني يتصايحون ويبكون من الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم. هو فضل واقف جنبهم لعلهم يشعروا به يقوم يستوقظوا. فهمت ازاي؟ هو ما رضاش يوقظهم يزعجهم، ففضل واقف جنبهم
لعلهم واحد يتقلب كده يقوم ايه يشوفه يصحى. لكن سبحان الله فضلوا نايمين اليوم ده وهو واقف يجي ساعة ولا شوية لحد ما صحيوا بين بعد مدة، وهو مش عايز يسقي اولاده، كل ما يجي اسكتوا اسكتوا، حاجة غريبة يعني، العيال بتصيح المفروض يصحوا، ده دليل ان ربنا بيمتحنه، لان المفروض العادة يقول العيال بتعيط والجد نايم لازم يصحى، لان تملي الانسان اما سنه بيبقى كبير نومه بيبقى خفيف، فهمت؟ لكن سبحان الله العيال قاعدة بتصيح جعانة وجدهم وجدتهم كأن ربنا قبضهم مش دريانين. ليه؟ عشان ربنا بيمتحنه بيضغط عليه، بيشوفه هو مستمر على عادته من انه يطعم ابويه اولا يقدمهم على فلذة كبده ولا لا، بيختبر فيه حرصه على رعاية والديه، بيختبره حطه في اختبار، فهو ايه لقى نفسه في الاختبار ده نجح، نجح في الاختبار ده، فهم؟ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإذا كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء، يعني دخل لهم شوية هواء، فهم؟ وقال الآخر اللهم إنه كانت لي. يبقى الأول توسل إلى الله ببره بوالديه، يبقى الأول توسل ببره بوالديه، يبقى البر بالوالدين من الأعمال الصالحة الكبيرة التي تنفع عند الشدائد. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها، طلب ان هو ايه يراودها عن نفسها، يعني مش يتجوزها. طب ما انت بتحبها ما تروح تجوزها، حاجه غبيه قوي، فاهم؟ طيب لكن هو بقى كان شاب صغير كده لسه ومش عايز يتجوز دلوقتي، بس هو بيحبها، فهمت ازاي؟ فطلبها، واخد بالك؟ يعني طلب يراودها عن نفسها، فابت حتى اتيها بمئة دينار. الظاهر هي كانت ايه فقيره وفي ضائقه ماليه، فقالت له لا والا تديني 100 دينار. فتعبت حتى جمعت 100 دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه، كنايه عن النكاح يعني، لو انت بتحبني اتجوزني وخلاص، بحقي يعني بنكاح يعني، فهمت؟ لا تفتح الخاتم، كنايه عن فض البكار يعني، بس بلفظ ايه لطيف يعني، لا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهو في أشد الشوق إليها، يبقى عفة، عفة شديدة وخوف من الله. هي لما ذكرته الله مع شدة شهوته انقطعت منه الشهوة، ده دي خشية الله عنده كبيرة قوي، اللي تقطع شهوته دي دليل ان عنده خشية لله شديدة، فهمت بقى؟ ففرج لهم، يبقى الثاني يتوسل بعفته، الاول توسل ببره والثاني توسل بعفته. وقال الاخر اللهم اني كنت استاجرت اجيرا بفرق ارز، كانوا زمان ما فيش اموال، لما يجي يشغل حد عنده حاجه يقوم يديله ايه كميه طعام، التبادل التجاري كان طعام، فهمت؟ فقال انا جبت اجير يشتغل عندي واتفقت معاه انه يعمل العمل الفلاني وهدي لك فرق ارز. الفرق الارز ده عباره عن 16 ركن، 3 اصع، حوالي 8 كيلو جرام، فهمت؟ فلما قضى عمله قال اعطني، فلم يرى شيئا فاقبل حتى اتى مكانه الذي قال فيه قال له اعطني، فلما بيديله الظاهر اداله رز رديء، قال له ايه ده؟ انت هتديني رز كمان وسخ مش نضف ونوع صغير، انا عايز رز بسماتي، انا كنت فاكرك هتديني رز نقي، تقوم تديني رز بالزلط بتاعه، ما عجبوش الايه؟ الاجره بتاعته، فهمت بقى ازاي؟ فراح رجع تاني مكان ما كان مستريح ونام تاني وما رضاش ياخد الاجره، غضب. ها؟
الصفحة الأولى. قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. اداله الكمية بتاعته فرغب عنه وما عجبوش، يعني لا نوع وحش. الظاهر اداله رز التموين ولا حاجة، ما نعرفش بقى، الله أعلم. ما أنا بقول رز التموين حلو. يعني المهم اداله نوع من الرز مش زي اللي هو كان ايه في مخه، وبيشتغل على انه هياخد رز جيد. فهمت ازاي؟ فبعد ما خلص شغل اداله رز مش نظيف، ويمكن بالشوائب بتاعته وعليه تراب وعليه مش عارف زلط، قال له ايه ده؟ مش هاخده. فهم؟ فرغب عنه. أم عمل ايه الراجل صاحب العمل؟ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. يعني خد الرز بتاعه ده وبقى يزرعه في الارض، كل ما يحصد ياخد الحصيد ده يبيع شويه منه ويشتري منه بقر ويشتري منه بتاعه ويستمر له ماله. طبعا هنا ده اسمه ايه؟ تصرف الفضولي. هل يجوز تصرف الفضولي في شرعنا؟ قال لك لا يجوز. قال لك لا يجوز تصرف الفضولي في شرعنا، لكن هو تصرف فيه لا لكونه ملكا له، لانه لا يصير ملكا للاخر الا بالحيازه ولم يحوزه، فما زار في ملكه. فهمت ازاي؟ وبالتالي هذا ليس من تصرف الفضولي. فهمت بقى ازاي؟ لان لو كده قست على التصرف الفضولي تقول تصرف الفضولي لا يصلح. الفضولي اللي هو ايه؟ واحد يبيع حاجه لا يملكها. تصور انت وانت قاعد في الدرس هنا تخرج بره تلاقي جارك باع لك السياره بتاعتك. يقول لك على فكره انا بعت لك السياره بتاعتك وهي 50,000 جنيه اهو. هات بقى المفتاح يلا عشان الراجل عايز ياخدها. ايه ده؟ دي السياره بتتباع لي ازاي؟ فهمت ازاي؟ ده اسمه تصرف الفضولي. او يطلق مراتك، ينفع يطلق مراتك؟ يقول لك انت كنت قاعد في الدرس بس وبتاع، مراتك دي بتضايقني كل يوم تنشر الغسيل وينقط علي، انا رحت مطلقها. انت تطلقها ايه يا مراتك؟ اسمه تصرف الفضولي. فهمت؟ فالتصرف الفضولي لا يقع عندنا في شرعنا، ويبدو ان في كل الشرائع لا يقع. لكن ازاي تعلل بقى تصرف هذا الرجل؟ قال لك ده لم يزل الارز عنده في ملكه لانه لم تستقر ملكيه الاخر، لانه لم يحوزه. عارف لو حازه وقال له شيله لي عندك ما كانش يعمل كده. اسمه تصرف الفضولي بقى. فهمت؟ لكن ده ما رضاش، يبقى ظل الارز عنده في ملكه، فصر هو بقى ايه؟ من باب حسن التفضل، يعني من باب بقى التفضل والاحسان، مش من باب بقى الفقه، ده من باب الاحسان. قال والله لا انا ايه؟ هثمره له وازرعه له في ارضي وكتره له، ولما يجي في يوم من الايام حده له. ده من باب التبرع والاحسان. فهمت ازاي؟ يبقى ده من باب التبرع والاحسان للخلق. يبقى الايه؟ الاول توسل بالبر، والثاني توسل بالعفو، والثالث توسل بالاحسان للخلق. فهمت ازاي؟ والنصح للاخرين. فهمت؟ علشان حد يقول لك ده تصرف الفضولي وهل يجوز تصرف الفضولي؟ تقوم ترد عليه على طول تديله. فهمت؟ لم تتم له الملكيه حيث لم يحوز، وظل الارز في ملكه، والاخر فعل ذلك تبرعا ومن باب الاحسان والفضل لا من باب الفقه. وباب الاحسان والفضل باب واسع، وعشان كده لما هو دخل في باب الفضل كان الله فضله اوسع عليه. فهمت بقى ازاي؟ احسن كما احسن الله اليك. فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم ازل، يبقى رغب عنه هنا تحل لك المشكله، لم يحوزه فظل في ملكه الاول. فهمت بقى ازاي؟ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، حتى كمان اللي بيرعوا البقر كمان، يعني جاب له عبيد كمان اشتراهم يرعوا له البقر كمان، كل ده من ثمن ايه؟ الارز اللي زرعه. فجاءني، قالوا الظاهر بعد مدة طويلة سنة 2 3 10، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني. الظاهر قالوا فلس بقى، تفلس الواد العامل ده الأجير ده، وتملي الإنسان لما يفلس يبتدي يفتكر فلوسه اللي ضايعة منه راحت فين، ما عايز يعوض بقى، ما هو مفلس طول ما انت معاك فلوس ما بتفتكرش، اللي ضاع ضاع مش مشكلة، انما يبدو انه افلس بعد يفكر. طب انا اجيب فلوس منين دلوقتي؟ ده انا من كام سنة كان عند الراجل ده شوية حاجة، اما اروح اشوفه اخد حقي منه. فهمت؟ فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب الى تلك البقر ورعائها فخذها
فقال اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك، يعني الإحسان للخلق، ابتغاء وجهك، فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. يبقى خد بالك بقى، في ثلاث خصال تفرج الكرب، ثلاث خصال. هو النبي عايز يعلمنا هنا من الحديث ده ان كيف تتخلق بهذه الخصال حتى يفرج الله عنك كل كربة. فهم؟ كن بارا بوالديك، وكن عفيفا، وكن محسنا للخلق، فإن كنت على هذا الخلق يفرج الله عنك كل كرب. فهمت بقى المعنى؟ فده الخلاصة يعني. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حا قال وحدثني أبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي ورقبة ابن مستقلة مسقلة ما فيش تاء العف النظارة عندي ظاهر النظارة فيها تاء أصلاً عايز أغير النظارة دي بقى لها 10 سنين ومكسل أروح لدكتور أعمل كشف جديد ما بقتش أشوف بيها لكن برضو بلبسها بالرغم إني ما بشوفش بيها. قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي ورقبة بن مسقلة حا قال وحدثني زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي ضمرة عن موسى بن عقبة وزادوا في حديثهم وخرجوا يمشون وفي حديث صالح يتماشون إلا عبيد الله فإن في حديثه وخرجوا ولم يذكر بعدها شيئا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كرامات الأولياء لمن ينكرها. دي برضو في الحديث ده ممكن تستدل منه على جواز التوسل بالعمل الصالح وما هي الأعمال الصالحة التي يرجى بها تفريج الكروب وأنه يجوز الانتفاع بإيه بعمل غيرك لأنه انتفعوا بعمل بعضهم وأنه إذا كان يجوز التوسل بالعمل الصالح فالعامل أولى وأقوى وبالتالي بيجوز التوسل بالصالحين. وخامس شيء كمان تستدل منه على وجود كرامات الأولياء وعلى وقوع كرامات الأولياء يبقى ممكن تستدل منه على خمس إيه أحكام كبيرة مهمة. واخد بالك من الحديث ده. وعن أبي قال حدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن بن بهراء بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق قال ابن سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار واقتص الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر غير أنه قال قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبك قبلهما أهلا أغبك يعني أسقي الغبوق الغبوق اللي هو ما يسقى في آي في آخر النهار اسمه الغبوق يبقى الغبوق هو ما يشرب في آخر النهار طب والصبوح ما يشرب في أول النهار يبقى عندنا صبوح وعندنا غبوق الصبوح ما يشرب في أول النهار والغبوق ما يشرب في آخر النهار فكنت لا أغبق لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا وقال فامتنعت مني حتى ألمت بها ده في الثانية بقى يعني بيبين لك بس الخلاف مش القصة كلها وقال فامتنعت مني ده في المرأة الثانية بقى اللي هي في قصة العفة قال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين يعني مجاعة فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار يبقى الرواية الثانية كانت 100 دينار هنا 20 و100 دينار وقال فثم
فثمرت أجره، اللي هو الثالث، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت، يعني تحركت، ارتعجت يعني تحركت الأموال من كثرتها، يعني ماجت يعني. وقال فخرجوا من الغار يمشون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا، ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنا كل كرب يا رب العالمين، ببركة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى ورسولك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفرج عنا وعن سائر المسلمين كل كرب وهم ومرض وفتنة يا رب العالمين، وتنجينا وسائر المسلمين من كل هم وحزن وغم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.